بنصبح على حضراتكم من جديد، ودلوقتي هنطمن حضراتكم على اخبار الطقس المتوقع النهارده. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون معتدل الحراره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نتعرف اكتر عن الجو وحاله الجو المتوقعه النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور منار، وايه اخبار طقس النهارده؟ صباح الخير على حضرتك استاذه فاطمه، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا طبعا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، بيأثر علينا امتداد مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط. المرتفع الجوي ده مع كتل هوائيه، معظمها كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالاضافه كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس خاصه فتره الصباح، فبالتالي بيتلطف الاجواء بشكل كبير. مع تقدم ساعات النهار بتبدا درجات الحراره ترتفع مع زياده الاشعاع الشمسي، فبالتالي فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع وجود نسب رطوبه في الجو وهدوء سرعات الرياح، بنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى والوجه البحري، السواحل الشماليه، محافظات شمال الصعيد، اجواء شديده الحراره على المناطق الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فتره النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بترجع تاني درجات الحراره تنخفض، بنحس اكثر بانخفاض درجات الحراره في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر. اجواء فتره الليل الحمد لله هي اجواء معتدله تماما في معظم محافظات الجمهوريه، خاصة كمان ان في بقى نشاط نسبي للرياح سرعته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة في بعض المحافظات، بيقلل احساسي بوجود نسب رطوبة في الجو، فبيلطف الاجواء بشكل كبير. الظاهرة الجوية المؤثرة معانا دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجوية بتكون الشبورة المائية، متوقع استمرار تكون شبورة مائية فترات الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على اغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الافقية فترة الصباح الباكر، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعة الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الافقية بتحسن على اغلب الطرق. الحمد لله الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام اللي بتتراوح ما بين 33-34 عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وأغلب المحافظات أيضا درجات الحرارة فيها حول المعدلات. مهم بس إن احنا ننصح كل السادة المواطنين إن احنا بقدر الإمكان تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية، وإن احنا نتجنب أشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة، ومهم كمان إن احنا نتابع النشرات الجوية بسرعة. بالتأكيد بنتمنى طبعا السلامة لكل سائقي السيارات على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وغيرها من المحافظات الأخرى. لكن دكتورة منار، حضرتك ذكرتي نسبة وجود رياح، هل هي شديدة خفيفة، وإيه المناطق اللي ممكن تكون عليها رياح كثيرة؟ لا بالعكس، الرياح معتدلة تماما وهي رياح خفيفة جدا، بتبقى في بعض المناطق يمكن كمان مش موجودة في القاهرة الكبرى، موجودة في بعض الأماكن من شمال الصعيد، بعض الأماكن من سيناء. الرياح ديت يعني غير محملة بأي أتربة ورمال مسارة الحمد لله، هي فقط بتقلل إحساسنا بوجود نسب رطوبة وبتلطف الأجواء بشكل كبير. طيب ماذا عن استقرار أحوال الطقس في الأيام القادمة؟ هل هتكون درجات الحرارة مستقرة ولا مرتفعة ولا منخفضة؟ يعني احنا على مدار هذا الاسبوع كله تعتبر درجات الحراره حول المعدل او اعلى من المعدل بحوالي درجه، لان احنا في المعدلات بتبقى ما بين 33 درجه مئويه، احنا اعلى من المعدل في بعض الايام بحوالي درجه، لكن الاجواء مستقره تماما. حتى كمان يعني لو وجد فرص للامطار مع نهايات الاسبوع هتبقى فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. يعني بصفه عامه الاجواء على مدار هذا الاسبوع كله مستقره تماما، ما فيش اي اضطرابات جويه، ما فيش اي حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه عشان الناس ما تخافش وما تقلقش تماما. لكن المناطق المتوقع ان سقوط امطار فيها تكون مناطق ايه بالظبط؟ بتبقى المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده ان وجد يعني، لان لسه الخرائط كمان مش ثابته تماما، يعني المناطق الساحليه مش القاهره. لا طبعا السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط، وبتبقى فرص ضعيفه الامطار خفيفه، لان لسه الخرائط لحد دلوقتي ما ثبتتش على كميات الامطار، لكن ما نقلقش تماما هي غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. اشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، والبدايه طبعا بتكون من القاهره العظمى 33، الصغرى 24، العاصمه الاداريه 33، 24
الإسكندرية 31-24، العالمين الجديدة 31-24، مطروح 29-21، دمياط 31-25، بورسعيد 31-25، إسماعيلية 34-24. بالنسبة للسويس 34-24، العريش 31-23، كاترين 31-15، طابة 32-25، حلايب 34-28، شلاتين 37-28، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 37-27. بالنسبة للفيوم 34-24، بني سويف 34-23، الوادي الجديد 37-22، أسيوط 35-23، سوهاج 36-24، قنا 38-26، الأقصر 38-27، أسوان 39-27. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. دلوقتي هنروح لشاذلي وجمانة علشان نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا فاطمة.